الثمن اخويا كنديروا لهم حنا الثمن زوين 70 درهم كنديروا لهم ثمن زوين. توني لقى واحد الاقبال كبير بالنسبه للتوني لا البيض لا الاحمر كاع النوامر كاين اللي ما فيهش النمره وكاين اللي فيه لقى واحد الاقبال كبير وكنتمناو اخويا التوفيق والنجاح للمنتخب ديالنا. في الماتش ديال بلجيكا كانوا قلال شويه ولكن دابا من ملي حقق المنتخب هذا الفوز هذا ضد كندا راه وجدوا الحمد لله وجدوا ضد صبليون وجدوا ليتوني وداخلين دابا بكثره ان شاء الله. الجميع اللي طايكينين ديسبونيبل كاين من اربع سنين حتى كاتريكس الف ليتوني وجميع اللي كولور كاين الابيض كاين الاحمر كاين الخضر ديالو كلشي اللي طاي وجميع المقاسات كاينين. الثمن ديال الاقمصه كيبقاو على حساب اللي كاريتي مع فيهم موديلات كاين شي حاجه برو شي حاجه نقيه كتبقى من 120 حتى 150 شي حاجه نقيه شي حاجه كاليتي زعما زوينه وكاين ما بين شي حاجه مويان ديال الدرويش ديال الناس ديال الشعب كيبداو لي توني كيبداو من 80 درهم 90 75 70 كاين جميع الاثمنه وجميع لي مارك في لي توني كاينين لي سيرفيتا هما بحال هكا كيطماط كيكونوا اونسومبل هما السراول ديالهم جميع المقاسات من اللي طاي صغار حتى اللي طاي كبار. هو نتمنوا احقاق لا هذه المواجهه ان شاء الله ديالنا ان شاء الله باذن الله هذه المواجهه يلا غادي نصفوا الحسابات مع داكشي اللي داز هاد لي في 2018 في الروس دابا حققوا واحد النتيجه زوينه ان شاء الله وماشي بعيد كاع غادي ندو كاس العالم. فنفس السوق كاين اللي قبل كيسولوا الناس التونيات ولكن الحجم الصغير كيسولوا الناس بزاف وقليل نتمنوا الناس اللي كيعملوا في هذا الشيء باش يوجدوا للمناسبه هذه باش يوجدوا التونيات باش الناس يصيبوا هذاك الشيء اللي بغاو لان بغاو يشجعوا المنتخب وفيهم حب الوطن الفريق نتمنوا ان شاء الله انتصار وان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله انتصار كيما انتصر المقابل هذا انتصر ان شاء الله كيما قال الوالد الركراكي ديروا النيه هي كل شيء دير النيه وزيد لقدام سير 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 ان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله. هذاك الشيء كنشوف انا حيت انا ماشي الحرفه ديالي هذه ولكن الناس اللي كيديروا هذا الخير تحركوا هذا اللي كنشوف انا الاقبال كاين ولكن كما قلت لك السلعه قليله ما تيمشيو دابا الناس يجيبوا تونس ما كيصيبوش بالخاص ديال الدراري الصغار 16 عام 14 عام قليل هذوك الكبار كاينين شويه ولكن الناس باغيين الصغار هذا الشيء اللي كاين نتمنى الله ان شاء الله النجاح ان شاء الله.